بتسمعي الإشاعات؟ ما بصدقهاش. ما بتصدقيهاش؟ طيب انا برضو اهتم ان حضرتك تنفيلي او تاكدي لي الاشاعه دي. اخر اشاعه عن النجمه ميرفت امين زواجك من حد عربي ثري عربي. هي اتزوجت رجل اعمال كويتي قبل شهر، دي منتشره قوي على السوشيال ميديا. هي مين؟ الفنانه ميرفت امين. كانوا بيتكلموا عليكي، والفنانه ميرفت امين اتجوزت رجل اعمال كويتي قبل شهر. نبارك يعني ولا غلط؟ ايه خبر يضحك؟ ايه خبر يضحك؟ اكيد يعني اكيد يضحك يعني مش صح كده؟ لا 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 ما انيك لسه جميله يعني طبعا ما يستبعدش. وطول ما انت محلوه كده في عينين العالم الناس مش هتبطل تطلع اشاعات جواز. طبعا النكت حرين مع نفسهم بقى فعلا. بس وارد في حياه ميرفت امين ولا لا؟ مين؟ وارد في حياتك الموضوع ده؟ مش انه ثري عربي او كذا نهائي. بس مش وارد ابدا الجواز مره تانية نهائي خلاص. في تعقدنا من الرجاله خالص. طيب ماشي.